ست جماعتك مستعدين. اهم حاجه دلوقتي تشغلوه لغايه ما انت شايل منه الجار. فاهمين؟ يلا يلا خطيرة جدا، مش جايز ابدا ان اي صف ضابط يضرب عسكري، بل بالعكس ان الواجب عليه لازم يرعاه ويحسن معاملته في حدود القانون. حاضر يا فندم. لولا ان النماذج بتاعتك نظيفة كنت جازيتك على الجناية دي بعزلك لدرجة عسكري، لكن هكتفي المرة دي بطلب عزلك لدرجة مباشر ونقلك من المركز. انتظر. انتظر دور. اسمع. عشان كام 200 عالتوخه في الامام، 4 طلقات طبي اضرب عندما تكون جاهز. يا عسكري اضرب. ناشن شايف تنشيلك راح فين دلوقتي؟ ما افند كده كويس. لا راح في الارض دلوقتي، علي شويه تنشيلك. ناشن كويس واضرب. اضرب يا عسكري. ها
النبي. اخوان الجنود، النهارده اتميتوا فترة التمرين في مركز التدريب، وهتترحلوا لوحداتكم الجديدة اللي هتفضلوا فيها باقي مدة العسكرية. واني انتهز الفرصة لاشكركم وادعوكم الليلة لحفل الترفيه. وقفت عين الاقيني بقيت على كتف سفين، وصبحت لوا وصبحت لوا، وعطيه وزيزو ولسط حسين ياخدوا لي قوام تعظيم واتنين اكمني لوا اكمني لوا. كنت اعمل ايه تعرفوا على طول؟ لا مش عارفين لا مش عارفين. وتحبوا اقول وتحبوا اقول؟ طيب ما تقول هنخاف من مين؟ اللي هفكر فيها مواعيد صحيانا من النوم، باللحظة ولحظة اخليها تتغير من اول يوم. تبقى الساعة 7؟ لا لا. طب مثلا 9؟ نو نو. يصحى الظهر الساعة 2؟ اما برافو خد شيرتين. اه يا سلام لو اغمض عين وافتح عين الاقيني لوا الاقيني لوا. تانية الحفلات علشان الترفيه ضرورية، افتح لها دغر اعتمادات وبأمرة كل الصبحية، رقص وتفريح يبسطنا صحيح. كل يومين؟ لا 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 لا. اسبوعين؟ لق لق. طب سنتين؟ سيب الشرطان وهديهم والله ما تستهليهم، حلمك بس وخليهم، لا غيرك اولى بيهم. اتفضل الزقيهم، الهي خليهم لك وان شاء الله ما تعدميهم. اه يا سلام لو غمض عين وفات عين لقيني لوا لقيني لوا. والحاجة التالتة الاجازات دي مهمة وعايزة التفكير، مش لازم تقديم طلبات، ده نظام محتاج للتغيير. تعرفوا يا جماعة هخليها كم يوم العسكري يقضيها؟ 4 ايام. لا 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 لا. طب شهر 8؟ نو 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 نو. شهرين معا؟ لا. اجازات على طول؟ اما برافو فكرة جنان، خدي يا حبيبتي 8 شريطان علشان تبقي بعد شويش باش 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 الى اخره. بس 8؟ اصل مفيش وزعناهم يا اختي وجبروا. اه يا سلام لو اغمض عين وفت عين الاقيني لو الاقيني لو. ما بقتش ليه وليه ولا هبقى في يوم من الايام، الجيش ربنا راضي عليه مش عايزه ابدا ينضم. الله يحميه ويبارك فيه. الله يحميه ويبارك فيه ويعيش مرفوع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. اللي اقول لي يا شاويش محمد. أيوة. انت قبل ما كنت بتشتغل في الجيش كنت بتشتغل في الجيش؟ اي. حاسك انت راجل طيب وامير، انما الشاويش عطية ده عاوز اطمر قدته، كان بيورينا الغل بتنزل الظهر. اعوذ بالله. يا لطيف يا لطيف، ما بكتش اسمه قدامي ابدا. الحمد لله اللي نقلوه وخلصنا من وشه. اضايع عليه وعلى خلقة المعفصة وزفارة لساني. لا 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 ما يصحش، يا شاويش كان معاك وهو اللي علمكم. ما يصحش. كبر كبر كبر. ايوه هذا اللي عاملين له غنى الجنة، خصهم الشاويشية متفقين مع بعض. ايوه. بالظبط. كلنا بالله يبلغوك السلامة.
كبيرة وصغيرة. تعالوا حاضر سعيدة قوي 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 عسكري ترمز اسكت. انا قلت اي قوي يا فندم. اخرس ما تردش علي. حاضر يا فندم. ايوه زيزو شرف زيزو بس. ازيك يا حسين عوكل مسير الحي. نزل ايدك مسير الحي اتلاك. كل عسكري عايز يشترك في الالعاب الرياضيه ياخد خطوه لما عبد العزيز شرشوح بوكس. اسمك زكي عباس ابو النواس مصارعه حره ويابانيه وروسيه والمانيه وجميع ما يلزم من الخرشمه. خرشمي اعدل بوزك يا كسر بوزك. اوقف كويس. خد بالك امشي مالي. شعر ريتا هيبرت. اتصل نوبة ضباط. تمام يا فندم. 466 عسكري 24 ضابط. تفضل. ديبا 13 تمام يا فندم. 466 عسكري 24 ضابط. الكتيبة 13 تقدم بكل ثلاثات من اليمين لليمين. سرية المعاونة قائد. وبعدين الشمال لفت معتدل.